طلعة حلوة كتير. دائما بتخيلك بالفستان الأبيض بس طلعتي أحلى بكتير من الخيال. عروة بلا هالحكي الفاضي، لا تنسى أني محطوطة تحت الأمر الواقع. يابس ام عالم ولدن، انت راسك يابس، راسك يابس جيهان، راسك يابس جيهان، راسك يابس، راسك يابس، راسك يابس، راسك. شو صار لك جنيتي؟ رح تخربي السيارة براسك وبتطلع التصليحة من جيبتي. شو عم يعملوا هدول؟ ليك شو حلوة. هيك أحلى؟ إيه أحلى بكثير. عم عملتي الصورة؟ فيني أعرف شو عم تعمل؟ مين مفكرة حالك أنت؟ ترتيب حالك أصلاً مستحيل تكون حبيبته. مو معقولة أنت مستحيل تكون حبيبة عروة. خلص تركيها ضياء. بعدي هيك تركيها هاليون عيشوا حياتهم. بعدي عنهم بعدي عنهم. فهمنا أنا ما بصير مني أي علاقة بعروة، عم تفهموا؟ ما بتتكلمي معك حبيبته. انا مالي حبيبته. خلصنا بقى. رح تترك الرجال بحاله ولا لا؟ لك ليش ما بدكم تفهموا؟ انا ما دخلني فيه. عن جد اتركوني. لك شو عم تعملي؟ بعدي ايدك عم تتركوني بقى. بعدي ايدك. تخطيت اول درس لتصير بني ادم. بحس حالي كثير عم بظلمك احيانا. يعني عندك استعداد تتعلم؟ ليك أنا قلت لك اتحكم بأعصابك وأنت وقفت بعيد وتفرجت، وهذا هو المطلوب. حتى لو بيكونوا عم يأذوا البنت اللي بتحبها من قلبك، يعني إنه ما لازم أي حدا يشوف عصبيتك بنوب. برافو. أوف يا فعلا شوهوني هدول المجانين. أمي عندها حق، لسه قبل ما تطيب جروحي القديمة بيكون مجهزين لي غيرهم. صبايا تسمو. عروة طلع ورانا بالصورة. ما طلع طلع، معقول ما يطلع؟ تبعتلنا ياها على الايميل؟ طبعا ببعتها على موقع مدرستكم، ومن هنيك بتشوفوها كلكم مع مديركم ومع اهاليكم ليشوفوا وين اولادهم عم بيصيعوا بوقت المدرسه. فكره ممتازه. ما فيك تعمل هيك شيء. اكيد لا تعمل. اعطينا التليفون. لا تعمل هيك شيء. لا تعمل. بمسح هي الصوره بس بشرط واحد. شو هو؟ Thank you.
لكن نحن منعتذر كتير، تغلظنا وما كان لازم نتصرف هيك، وهذا الشيء كان غباء منا، سامحينا. يعني ما أنا مشكلة بالمرة، أنا بفهمكن عن جد، يعني أنا شفت هيك تصرفات من قبل بس ولا مرة صارت معي. طيب إذا سامحتينا ممكن تبتسمي؟ ببتسم طبعا. شكرا لك.